عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة يا حضرات عن موضوع الأداء التنظيمي اللي قامت بإعداده الباحثة منة الله إبراهيم فتحي حسن، وتحت إشرافي الأستاذ دكتور ممدوح رفاعي. محتويات هذا الموضوع: المقدمة، مفهوم الأداء التنظيمي، أهمية الأداء التنظيمي، أبعاد الأداء التنظيمي، قياس الأداء التنظيمي، مشاكل وصعوبات قياس الأداء التنظيمي، والعوامل المؤثرة على نجاح الأداء التنظيمي، وعلاقة الأداء التنظيمي بالرضا الوظيفي. وده كان آخر نقطة في هذا الموضوع. مفهوم الأداء التنظيمي: الأداء التنظيمي يساعد الإدارة في الكشف على عدد من النواحي، منها تحديد المدى الذي تستطيع المنظمة التكيف والاستجابة للمحددات البيئية من خلال وضع الأهداف والاستراتيجيات وتوظيف الموارد لتحقيق تلك الأهداف، كما أنه يساعد على تحديد وبيان مستوى التنسيق بين مكونات المنظمة وتصميمها التنظيمي في تنفيذ الأهداف، كما أنه انعكاس لكيفية استخدامها لمواردها المالية والبشرية واستثمارها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها. وهترك لحضراتكم بقى بقية العناصر اللي احنا نذاكرها كويس بإذن الله. شكرا يا حضرات.